بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يا الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وحويدي سنين تبارك وتعالى وركهوري هينو بشا نبدي نبو قارسيو عافي ماذي نبو قارسيو دي إلهي إنا قارسينا إنو إنا وافتشيو خير ككوشرة إنا سيدا أغفي عنك أغفاي دي سن إنو إنا قارسيو داتك رمضانك الحرين أيو والعفين أيو والسامح أيو كوا إنو إلهي نبو در تبارك وتعالى أريد أن أقول لك بشر رمضان يو فضلك إلى هذا وحكم هذا علماء المامي وحي لما نهدر راعي النه وحاوه الرئي إن تلمانه سيدي دبا شيء إن لفضله وحيابها كل اللي إلى هذا وكسته وكفضل بديه وهول إلهي ليه تبارك وتعالى إلهي دولكو كلا فضلي مكة وحكرلي يحرمك دولك ماشا وفضل بضن ربي تبارك وتعالى زمنك يوقتكو كلا فضلي رمضان وحكرلي زمنك وقتي يضا وفضل بضن متكمد ملائكتو كلا فضلي رسوشي وكلا فضلي نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم بكرلي وهكذا إلهي سوغو أدومدي سوضا أبو ري بهدانا كلا فضلي حتى قرآن كي وإلهي كلام كيسا بهدانا كلا فضلا وصورة قرآن كأوي وفاتح هذا آيات قرآن كأوي إنه وآيات الكرسي مرك إلهي وكلا فضلا وكلا سريسيا إلهي بانا إسكالة تبارك وتعالى حكمة بانا كجرت فيش الرمضان بركة وحي كربتا الزمن كإلهي وفضلك قونيك السيب وكم دي هاي فضلك إذا وحا كم دا وإلهي كو فضل تبارك وتعالى تيرك أفراد وتيرك إسلام ككبدا أيو بيشن إلهي قليه تبارك وتعالى تيرك الصونك لواتيرك أفراد وصلونك واجبك وفرضك بشهر رمضان بو إلهي كليه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله أكيد تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه بشهر سا إلهي كو آدي ركنك سيتيرك وقتك له صومك فرضك واجبك أو وقتك لما لي وقتك سألك قليي وحيا لها يبيشو كسو عمتها بكمت حكم إذا وقضب كالبادة قرآن كبا إلهي تبارك وتعالى إيادانا كوغوني يالي سودقي دي سي سيدو الشيخ وهذا الشرح يا شيخ محمود سودقي دي قرآن كبا بيشان لغو خاص يالي إيادانا وفضلي يديراد إلهي سي أون للقى بين بيشان وحكم إذا سنتك أوردن هبين ندي سهبين كأغفض لبضان أيا بيشن إلهي قلي أيضاً الليلة ما وداغو وهبين كان ليلة القدر والشيخ شرحي وخير كي يضع عدا للي ما داي أي أردي قنطو كن بلود خير للي ميدوك له سنة هذه اللي بدلنا وسيدتن يسدح سنو هي سيادة واه هل هبين شقاء القواتي ما وحي أقول لك أنت سيدتن يسدح سنو وحادي ما يعني وحي كده يبتي أضو هذا الويريو كالي هل هبين هذا شقيس سيدتن يسدح سنو صو صعوت وحاد عوني لهيد إيد بيلا لهيد إيد مصروفون لهيد إيد كل نوران لهيد هل كان هبين الشقيسان لغو سيني هذه السالة اللي لها ما عيد باصيحان له عروت حتى وينك عين له صوما لأنه وحوي وحي كلو ربي بكاكا في سيبه سديتني سدح سنيان نولان دونوه
هذا اللي بها بي اللي هو لبا الصراع سكوتر صدسان حسنا وركي ذي اسكبه ده مركا هبين كاس قيمها بضن با إلهي بشهر رمضان قليي خصائص تيدي كبتا أن للاق وداقين بشو السيدو كاري وحاكم إذا فضائش هذا وشهر المغفرة وبيل ذنب دافوي إلهي تبارك وتعالى دومدي سواع فيها وسامحة أعماش الله سمعيه ونن دم بدافة كتيرة صنكي وحالي يلي روحي رمضان صومة دم بكيسي هروا لنافة حديثك أبو هريرة الصحيحين هبين ندي ذا روحي سلاة دي ستاقة دم بكيسي هروا لنافة حديثك كلاوكيها نبي قلها صلى الله عليه وسلم يعني صلاة إلى صلاة كله لقى قاعد يدنوب تإله كرافة رمضان إلى رمضان كله هدي لقى فوق هذا الدنيا دواوين يعني رمضان كان مركز في عن أصنته رمضان ككيس كله أنت كقاعدز وحي الدنيا يرير لن إله تبارك وتعالى ساس كرافة رمضان كاس صن كاس كرافة لقو كرافة مركز وشهر المغفر وشهر الدم دافوا إلهي خلائق بدن يا أضوم ذي سئم بدن وكم إذا أيو سامحة وشهر الغفران وحكم إذا وحيلها فضائش إلي ذا هاي أعماش الله السمية خير كل السمية بشر رمضان لا مدمها بلاها كله عمر ذي بوحلي لهذا رمضان قدتان حج بيقول لك أنت ويكدوا أنت بلاها كله اعتكافك ايا كدوان وبلاها كلا وما بضنا النبي وين اعتكاف صلى الله عليه وسلم رمضان باعتكاف سجري ولي بطبان كدام بي ايو او بضنا سيدا سي حاسسكي سمر كوردينتين كرد حلين والصحابة دي سي كرد حلين وعبادة وين والسيدا غالب كابيش رمضان لسما يوا وحاكم اذا قيامك يصلاة دي تراويح دا اللي سقو ايمان ايي اللي وذا تكان ايي نبي يقول رمضان بو سمي صلى الله عليه وسلم سيدا سينا مسلمين تقول نحلين جيل عن جيل إلى ما أنت نبي كسعته وحكم إذا خصائصت إلى هذا هاي أخرس كات قرآن كوشيخ وشرحي خصائصت إذا وحكم إذا هبينك أقوه الرئي الرمضان رشو بشو دلتو اسبدل باكد علي أدونك اسبدل رات كيسو إنو موغضو أيا دعية معي اسبدل كدعية سيدة النبي كوشيغي حديثك في صحيحين كيومي دي غير كودباء هبينك أقوه الرئي مركو رمضان رشو وحال فوريا إرداها تشاند لأن خيرك يواناك تشاند اللقو قلاء بضاني إرده نارتنا والحرية لأن وحي ضدك النار قين لها بايراني يريدين نار تنوى الحرية قضب كسد حادي وحويان شياطين تي دتك دوف سنشرتي وخير ككهر تاقني حما أنتنا كوحن باري سينا كوه دي سيدر درنا والحرحري والكتين دينا انت الرمضان كرمانيا ويحرحنانيا وحي دتك اي كو سمين شرين بلاها كالي كو مصابين كان الرمضان حديث كقاروح إليهن شياطين تي ولا سلسلة دين ولا كتينة دين ولا حلحلي حديث كلاسي شرح يروح إليه هاي مردة الشياطين شياطين تكوه دي مضحة أتكاي شركة يعني وحو شركة بدنا مضحة أها كوه صالح حلحلي كوه يريرو الروح دودة دار وكات كانكرو يا تشوغة إيو نفتا دي شرليد أهي لابدا سامركو كوصل لدن ساس تردد اسبدل كارنعية يشيادين تي إن شاء الله قبطول لحي حري إنك الرات كودا ينوم غدا ميدي كده شيء ينوم غدا الرات كينوم غدا وحوي هاي رمضان مركو ساء ودشوا قبها خير قب بحسمية مساجدي ملك يستعج ملأ روحي صلاة فرض كالوكر الآية تعبان كها وحضر كيسا كو يتمرق عضد بتجنانية جزء بالوجود الأخرنا هي مالا قاركود صدح يتورك عدود بتاقنانه جسبا لقود رمينه لما جو صدح جسبا مركا قاركود لقود رمينه وتاقنانه طبان دقيقو سلاة واجب كان موسى تاقنانجر كل با لقبو قادي جيرو
kolba lug buu ku istaag jiray rafaadka haysta. Maxay isbedelay? Yaa, waxba isbedelay. Dad badan oo masaajidda aqoon jirin baa soo galay masaajidda. Sidaas daraaddeed xaggee isbedelku ka yimid? Isbedelku wuxuu ka yimid shayaadiintii la qabtay ayaa dad badani ka soo fakadeen. Shayaadiinta dad baa u xilxiran xabiista ugu jira. Askarigii ku hortaagnaa xabsiga hortaagnaa haddii laga qabto isaga xabsi la dhigo. Soo soo carari maysid. Marka dadka waa maxaabiis soo fakatay wa. Maxaabiis ridaha soo jabiyey wa. Atharka aan arkaynaayo waa ka nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo shayaadiinta la xidhxidhay ayay ka imaanaysaa inay dadku ay khayrka soo qaabilaan. Waxay khaas ku tahay iyadana bisha Ramadaan. Inay khaas ku tahay waxaad goorani markii bishu saa u baxo la ciido, habeenka ciidda aba, dadkii masaajidda buuxinayay arki mayse. War dadkii xagee kala aaday? Maxaa ka haystay? Ninkii oo la soo daayay baa qaar badan yaa ganafka ku dhuftay. Marka waa khasaaista bishay ka mid tahay. Waxaa ka mid ah khasaaisteeda bishu waa bil ilaahi tabaaraka wa tacaala adoomadiisa in badan oo ka mid ah naarta uu ka saamaxo, naarta ka cafiyo, naarta ka xoreeyo. Nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri habeen kasta oo Ramadaan habeenadiisa ka mid ah ilaahi wuxuu leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo. Riwaayada qaarkood waxay leeyihiin marka la afurayo inda fitrihi, marka la afurayo inda kulli fitrin, markastoo la afurayo dad badan baa naarta laga xoreynaya. Iyadana waa Ramadaan ayaa lagu sheegay maziyada iyo khasiisadaas. Waxaa ka mid ah bisha Ramadaan waa shahru sabri, waa bil uu soo baxo sabirka. Dadka sabirkooda iyo adkaysiga ruuxa baa soo baxa. Daacada ilaahay in lagu sabro oo tan hadda tilmaamaynaya waxaa laga yaabaa marka Ramadaan uusan ahayn inaad soonto kuuma fududa. Yaa, laanna waxa weye quraacdii aad baratay iyo qadadii iyo xoogaagii aad la qabsatay baadan joojin karin. Laakiin bisha Ramadaan markay soo gasho soonkii waa fududi. Daacadii waad ku sabri, salaadii habeenkii waad ku sabri, quraan akhriskii waad ku sabri, daacadii sabirka lagu sabray adkaysiga loo leeyahay baa muuqanaya. Macaasidii iyo dunuubtii oo laga sabray baa soo baxaysa. Oo dad badan oo qasan jiray bilaha kale waa ka sabrayaan bisha Ramadaan. Ninkii balwad lahaa, xataa qaar badan oo wax mubaaxaad fara badan baa laga fogaanayaa oo looga fogaanayaa, muxuu ahay khayrkan in laga faa'iidaysto? Waa bil sabir. Marka sabirkaasa marka Ilaahay wuxuu ku siinayaa dadka wax weyn, innama yuwaffa as-sabiruuna ajrahum bighayri xisaab. Sabirkaasa Ilaahay wuxuu ku bixinayaa ajir aan xisaabba lahayn. Waxaa ka mid ah bilah bisha ka mid a khasaaisteeda ka mid a waa shahru taskiyati an-nufus wat-taghallub cala an-nafsi al-ammaara bisuu. Waa bishan waa bilaha nafta la daahiriyo oo ruuxu uu ka adkaan karo naftiisii sharlayda ahayd. Waaba la soo dhaweeyeyba naftii kaa adkayd ee ku jiidatay baa lagaaga kaalmeeyey. Waa daciif marka bisha Ramadaan. Saaxiibkii garabka uu ahaayee shaydaan ahaana waa laga qabtay. Horta waa iyada keligeed, iyadiina waa la daciifiyey. Iyadoo daciifa waxay kaaga baahan tahay marka waxoogaa uun inaad ku yara dhiirato, awoodna yara isticmaasho, waad ka adkaan kartaa marka naftaada. Marka inaad daahiriso camalkan faraha badan, soonkan, daacadan faraha badan, shaydaanka laga qabtay, waxay keeni kartaa in aad samayso isbedel, at-taghyir naxwa al-afdal, inaad isbedosho xagga wanaagsan aad isu bedasho. Khayr badan oodan samayn karaynin Ramadaanku waa ku baraya, horey aad u samayn jireen. Xumaan fara badan ood ku jirtay Ramadaanku waa kaa goynaya. Naftaadii oo kaa adkayd wuu kuu jabinaya. Sidaas daraaddeed waxaad u baahan tahay wax yar inaad riixdo. Ramadaanku intuu ku jiro haddaad dadaal fiican samayso naftaada waxaad gaadhsiin kartaa meel ayna dib dambe kaaga soo noqon karinba, mar dambe ayna kula murmi karinba. Dagaalkeeda aad intaad ku dhufato muxuu ahay laad fiican ku dhufato meel fog baad gaadhsiin kartaa, ayna ka soo noqon karin. Laakiin haddaad meelo dhadhow iyadoo joogta Ramadaanku ku dhaafo, intay kugu soo rogaan celisay kulagti,
جانس وين وين برك إن نفط الله ظاهريه قلوب الله ظاهريه نفط الله تربيهيو لتسكيهيو بيش رمضان جانس آدي آد وين وين وحكم إذا بيشاني أيلا ذا هاي وكم إذا مزايات كذا بيشو وبالعافيمات لأنك الدنيا ذا حتى مركلة فيه وبالعافيمات صوت وحوي انتظم فرها بدن إدخال الطعام على الطعام انتظم أن أسكد الجينين عذر ربنا باكدش عيل باكدش عيل كين هذا عذر بون رغض عذر نوحو كي ماذا انت بدن سيحو لماذا طبقوا تلماميان انتظم أن ماشا لقوق قرهيو يا خاصة ما قال إني شوقنايو انتدين مقو بينو ما دقاقينو مصعونا إنه مد جديد إنه حفيز بام فردنا دكان بام فردنا دقاق ماله علاش إنه أبو حني حائمان يا مرك حائمان يا علاش إنه يشرتو هذه يشرتنا يشركي واشر هذي عذر رابش إله يا ما قالنا جس هارن تاجن كيني نبتشي وكو ينوجو ذبحو أنكو هذا صعنا أما مدي كرقبة مدي سنكر قبة مد كوليسترول قبا شاب كاسا ينو ذبح وحم حكينيا وحكينيا وإن بدن سبب وانتظن تاتا أن علاشي باللبنين لأن علاشي إني نفستي وبانتا يا وكان النبي قال صلى الله عليه وسلم حتى مركز عنا إنسان والعروش صدح وقيبية يا ثلث لي ها لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه حتى مركز عنا يسو صدح وقيب قيب انتقل قيبنا عبيتان قلي قيبنا بني أتكلم في ستي صدح ذي بهداد ومبريز كبف حسكور يا عبيتان كي واضل صار نفسنا ما بتشربه برينا وحوي وقاس باي هاي بلا يقول عظيم وحبات وحبات بالله بينا بيش رمضان مركه وجهان سويد ساس دردد با يعني حتى اسكرنا في مسلمين تا قال هذا نخاتير تودا يكو هذا العلم يطبق يكو تخصصي وحيليهن صونك يعلوش إن لبنيه والنوع والصحة دي عافمات كمبيد عافمات وين باكو جرا إلا جوانب فربضنا وحي ليه ده عباداتكو أي ليهن جوانب فائدنا وليه سلاة دهبينك سماكة سلاة دهبينك سلاة تليلك لتاقنانا الركوع ده اللقود داهي سجود ده اللقود داهي وإكسايس واي لين عمرك لقى في رواه عبادة لكن لك كله شركي باتشمع سنايا يا شركي باتشمع سنايا مروا تاجي هاي أولوجي باتشمع سنايا مروا فورتا مروا سجودا وحاصر دن سكليشن كي ليك دقائق قيسية شركي تجمع سجي سوا لين عفائدة الدنيا بقولك عافي ماذا صن كي سلوك كله ساس دراديت بيشاني خصائص تيدا لما كوبي كرو لكن أنا كوسو جب جبيو فوائد فراها بدني فائدوين كاسي يا إسكاله مدد كورن با إسكاله ما هي أنت سو خير يا كبر بدني وحي للشجع وح إسكاله روحي إلا بشرت اللي جهره أبى قضب حقيقي شيء قضب كوكبادي وحويان إن الروح الدلاله هدو الدلالي واي أو بيشط عفتو إسقون كفى إذا سنين رمضان روح فائدة أمائه خسارة كتاه وبال عقوبة كتاه وكان جبريل نبي قال نوي صلى الله عليه وسلم ملك الجبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام النبي قال نوي صلى الله عليه وسلم صدح روح وهباري ملك الجبريل نبي محمد آمين بيقول صلى الله عليه وسلم صدح الروح اللي هباري كوحك روح رمضان أصوك لي ورمضان رمادي يسقون لودن بدافي هبار الله كريد وكاس الله فوقيه يا جبريل بهباري نبي محمد محيي امين الله اقبل واه مركه كان ان كفى اذا سنن ددالين وحا فضل خير لشيغه او دن اسغ عقوبه كو نقت لانه وحي جانسك الهي سي وكفى اذا سوى ساس تردد مركه دداشو وكو هذا ددالي ويدو رمضان وي واتسي فوغان مويان عذاب مبادسين مضان موياني وناقي خير كدهي في ميس طلباتي وحويان تدال كاغو إنو وافق سنيا هاي هدي قي سنة دي نبي قينا صلى الله عليه وسلم صن كاغا صلاة دادا صدقة دادا عمر دادا خيرات كات سمين يسو
وإنه وافقسنتها شريعة النبي محمد كتبه صلى الله عليه وسلم سير رسولك أسمي صلى الله عليه وسلم تانا هذي دعي ويدو انتا داداشو داداشو وبال مرو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي شريعة وحوش ديسي مركان وحويان وحب ماذا كفى إذن رمضان صون كاقي صلاة بنيدي عبادات كي طاعات كي صدقات كي هل بعد نقول سيوه وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ضد بضنا واحد شراء تاغن هبين كي صلاة وتاغن سوچيد كودا صلاة وتاغن يهين وحكا لكيه لما يا هرددون بيكا تاغن لكي وحوم الله قار واحد شراء مالك يوردن صوما لكن صوم كودا كلي وحي كهلين قاتشي اون بس واحد شراء مالا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لو قضى مرك حقيقي إن الدداشو ددال كاغانا إن أدوافتشيسو هذه هي سنة طريق النبي جينا صلوات ربي وسلام عليه عمل ير وسنة النبي وافق سنبا كفي عن عمل فربضان وسنة النبي قرم رسل صلوات ربي وسلام عليه لو قضى مرك حقيقيسو وحا خير إيا فضيلة إيا وناك لقاها الله يو روح واحد كم إذا تتك مطيب بعد مركا كم من نقوني سبيد الله تبارك وتعالى هديك له ويكوجد بقدومي أنت هسي أيام كسر قبقبين إن شاء الله تعالى فضائشي بيش رمضان صون كفضائشي سامد والفضائل قوني ولي بيش فضائشي إذا كهلاي لكن صون كفضائشي صادق لقاه الله وابد كله سلا ده بين كله تكذ فضائشي ده لقاه الله وابد كله قرآن كله آخرين فضائشي الشيخ كهلاي كواسي وقوني قوني وي لكن سجود بيش هي فضائش هذا أيين وحقتها تابني توفيق الله نوافقيه إلهنا تبارك وتعالى بشاس خيرات كذي وناك كذاس كوا كفاية استغفر الله نقدره أذاب الله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.